لاستغلال الأمثل لمواردنا الطبيعية كمصدر قوتنا في السنين الأخيرة، الدولة المصرية كان عندها خطة لتنمية واكتشاف مواردها الطبيعية. حفرنا في الصخر وقلبنا البحر وقمنا بترسيم حدودنا عشان نقدر نستكشف كل متر في أرض مصر. الموضوع ده ما كانش ممكن يتعمل إلا إذا كان في ترسيم للحدود. وكانت المحصلة 496 كشفاً بتروليًا، 352 زيت و144 غاز بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء، ومعاهم الدلتا وخليج السويس. وعلى رأسها حقل ظهر، أكبر حقل للغاز الطبيعي في منطقة شرق البحر المتوسط، باحتياطي 30 تريليون قدم مكعب. أضافت الاكتشافات دي احتياطيات بترولية تقدر بنحو 579 مليون برميل زيت ومتكثفات، ونحو 51.1 تريليون قدم غاز طبيعي. وأتى إجمالي الثروة البترولية خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023 حوالي 673 مليون طن. وبلغ حجم الاستثمارات لحفر 452 بير بترول 22.3 مليار دولار أمريكي، وإبرام 120 اتفاقية جديدة مع شركات عالمية، وقمنا بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط عشان نضمن الاستدامة. كما نجح قطاع البترول في زيادة قدراته الإنتاجية من الغاز لتصل إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ما مكنوا من تحقيق الاتفاق الذاتي للبلاد من الغاز واستئناف التصدير. فزادت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال عام 2022 لتحقيق 8.3 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار في 2021، وذلك بعد إعادة تشغيل ورفع كفاءة مجمعات إسالة الغاز في إبكو ودمياط. والجدير بالذكر أن صادرات قطاع البترول المصري قد ارتفعت خلال 2022 لتصل إلى 18.3 مليار دولار مقابل 12.9 مليار دولار في 2021، بزيادة نسبتها 42%. كما بلغت مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 5.9 مليار دولار في 2022-2023، وتمكنت الدولة من تلبية احتياجات السوق المحلية بواقع 692 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتحولت مصر من دولة بتعاني من نقص الغاز للوصول للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في 2018. ازرعوا الأمل في نفوس الناس، وإحنا حريصين على إن إحنا نزرع الأمل ده بكل ما أوتينا من قوة. ومش بس كده، تم توصيل الغاز لنحو 8 مليون وحدة سكنية تمثل 60% من إجمالي عدد الوحدات اللي تم توصيل الغاز الطبيعي ليها منذ 1981، وبلغ إنتاج الغاز الطبيعي 52 مليون طن في 2021-2022 من 39.24 مليون طن في 2014-2015، بزيادة 32.5%. كما ساعدت الاكتشافات المتتالية لحقول الغاز الطبيعي في تعزيز الحصيلة الدولارية. واهتمت الدولة المصرية بشكل كبير بصناعة البتروكيماويات لأنها صناعة استراتيجية بيتبني عليها صناعات تانية كتير، وبتأثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي بسبب مردودها الاقتصادي العالي. وبلغ الناتج المحلي لقطاع تكرير البترول 263.2 مليار جنيه بنسبة 3.5% من إجمالي الإنتاج المحلي في 2022. وبالإضافة لكده، عظمت الدولة عمليات البحث والتنقيب عن الذهب، حيث أسفرت المزايدات عن توقيعنا ل 26 اتفاقية مع 13 شركة بإجمالي استثمارات 65 مليون دولار. وزادت عائدات الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية من 293 مليون جنيه عام 2014-2015 ل 3 مليار جنيه عام 2022-2023، بزيادة بلغت 10 أضعاف. قفزات كبيرة في مجال الطاقة وراها مجهود مستمر داخلياً وخارجياً لحفظ حقوقنا في ثرواتنا ومواردنا الطبيعية واستغلالها الاستغلال الأمثل، والتحول من دولة مستوردة للغاز الطبيعي لدولة عندها اكتفاء ذاتي ومصدرة للفائض. الخير كتير في أرض مصر، وما زالت رحلة البحث والتنقيب مستمرة.